لك ديال اليوم الكطاب ما دخلش. بنات دابا نجي عند ماما ما عرفتش بلي هنا بحال من فوق تحطوا بنات ما عرفتش. المهم جينا باش نقادو الصفوف. دابا نوريكم ان شاء الله كيفاش جرتو لحقاش كاينه واحد السيده ما بغيتش نديرو نجيهم. المهم منين غادي نديرو نوريكم المقادير كلشي شنو دارت. وريتكم هنايا لقطات يعني شنو كيديروا ومن بعد نقول لكم شنو ما شنو داروا كلشي. ما عرفتش نشوف ديما هكا هنا في الكاميرا او ماي جاد. المهم دابا نوريكم كلشي بنات. نجيت من القرايه دابا عند ماما باش صوبوا صفوف. ما عرفنا الصراحه واش غدا رمضان ولا ماشي غدا. المهم حنا كان قالت لي راه غادي نصوبوا هاد العشيه. اجي انوار كي مبروك العواشر. متبارك لي من العواشر. واه يا انوار كيبارك عليك كيبارك لكم العواشر. انا عيانه بحالي صايمه اليوم. ايوا شنو كيقولوا الناس اخر اش اخر الله يدخل عليكم الصحه والعافيه وطول العمر وكل ما كتمنوا يا ربي امين. بتقول مبروك العواشر. هي الدنيا فرقعه في النفاخه. زيد راه غادي تحط كلشي. قول داكشي كتعرف اللي كتسمع الناس كيقولوا عارف. الله يستر. حمق حمق. المهم صحباتي العزاز كيما قلت لكم جا عند ماما وداني هنا هز النفاخات اللي كنت جبت لماما كادو لي شفت معاكم كنفرقع فيهم. المهم كيما قلت لكم انا عرفتي عييت اليوم اليوم فقت شويه بكري. المهم انا غنحاول نصور لكم شويه الصفوف كيفاش صوبنا وكيفاش كنصاوبوا ان شاء الله. بنات نسولو انوار واش غادي يصوم. غادي يصوم انوار؟ ايوا شنو غتصوم نص نهار ونخيطوا لك نص نهار اخر ولا غتصوم نهار كامل؟ يومين. يومين مزادين؟ واه لا مزادين لا. كيفاش؟ اشرح لينا. بحال غادي بحال اللي غادي نصوم اليوم وبغيت غدا. يعني تصوم معانا عادي ما ديرش ديك القضيه ديال نص نهار وناكل واحد الشويه ومن بعد. لا متاكد؟ انا غادي نقول للبنات. واه انا غنجي نحضيك. الا دار الخشب باش نقول لكم البنات. المهم كما قلت لكم انا مريحه هنايا شي بنات طالعه مسخسخه. ويلي غندوز لكم هاد الانرجي هادي ديال التسخيخه. سوقني الهول ديال رمضان انا واخا هكاك راه خوافه ما نقدرش نبقى بالجوع. وانت انوار كيعجبك تاكل بزاف؟ انت كاع ما كتاكل انت انت كاع ما سقاط. انا لا تعجبني ناكل صراحه ولكن ان شاء الله تيدوز مزيان كيجي ببركته. شكون بحالي وكاله يعني وكاله بلا وكاله كناكل شويه بالحق تعجبني ناكل. يعني خصني كنفيق الصباح بفطار بقيت الغدا خصني نتغدى بقيت الكوتي خصني ندير الكوتي يعني مولفه هذا الشيء. يعني ملي ما كناكلش كنجيني بحال السخفه كنظن كنا لا البنات. المهم علاش كنحكي لكم هنايا كيوريد وتضنا غتقنطوا البنات ياكو. المهم جيت نعاود لكم بحال تهضر مع شي صاحبتي وانتم راه صحاباتي كيف ما قلت لكم انا مجوعه تيجيني الجوع بزاف تنسخف كندوخ ولهذا رمضان ديما تيخلعني ولكن الحمد لله ما حديت نكبر ما حديت نتعلم وما حديت نحس بالصبر وتنحس بالمسؤوليه وتنديرو بكل فرح ومرح. ولهذا انا فرحانه بزاف بمجيء رمضان ان شاء الله وكنفكر ندير بزاف ديال الحاجات ما عمري درتهم في رمضانات اللي فاتوا. يعني بحال مثلا نختم القران ان شاء الله نصلي صلاه في وقتها ان شاء الله ونخليهم عادات ان شاء الله ديما ان شاء الله نحاول وندير بزاف ديال الحاجات اخرى اللي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. يعني بغيت ان شاء الله رمضان يكون غير ان شاء الله يا ربي وصافي وندير لكم بزاف ديال الفيديوهات. بنات مريحة كنهضر معكم. شوف كل اللي داني اش دارت سبرديلة يا وعدي انا غادي نتبع على واحد الساعة ديال المكان نجي نلقى ديال الخريطة في الدار. شوفوا شوفوا البنات حاشاكم وخا تنوريكم سبرديلتي. انا ما ديت ما شفت ديت لقيتها رسم عليا كلشي داك الشيء كيفاش عليك. ايوا لقيتو كترسم عليا. اوعدي وعدي حمقى باش نحيد الستيلو قبل ما درت حاجة. بسم الله السلام عليكم. بسم الله يتيسر الله. هانتوما البنات مثلا جوج كيلو ديال الطحين درت ليهم جوج ديال اللوز جوج ديال الكاوكاو واحد مقلي مقشر ومقلي. شنو هو اللي مقلي ومقشر؟ سميتو الكاوكاو. وكيلو ديال الكاوكاو مقشر وكيلو ما مقشرش. كيلو ديال اللي ما مقشرش مديور في الفران والاخر مقلي. وجوج ديال اللوز مقليين مقشرين ومقليين. ولا لا واشنو اخر زريعت سميتها زريعت الكتان كيلو جنجلان جوج الكيلو جوج واحد مطحون
مقليوم طحون واحد مقليوم رميها هكاك، والقرفة شوية، القرفة شوية، الزعفران شوية، قرقوبة تاع الجوزة شوية ديال، قول شي ثلاثة المعالق ديال النافع، جوج معالق ديال حبة حلاوة، وسكر كلاصي على حسب، شويه القرفه تقريبا يا السكر كلاص تقريبا راه شي كيلو، جاي شي كيلو على حسب داكشي، انا على حسب الذوق، وشويه واحد قبيصه الملح، قبيصه صغيره ماشي بزاف، وشويه العسل الحر، وشو الزيت شديتها للروميه، واحد جهد شي طرو ديال الروميه شديته سخنته مزيان، وعاد درت ديال البلديه حتى هو شي جوج الاطرو، داك حتى هي على حسب الزيت، على حسب حتى هي داكشي اللي خلطها، فهمتي؟ المهم هادشي راه، وهذاك الزيت فاش قليتي درتي فيه شي واحد شويه ديال الزعفران، درت فيه الزعفران، قلت لي زدت الزعفران الحر، درت الزعفران الحر تما في ديك الزيت اللي قليت، ديك الزيت اللي سخنتها باش غادي نخويها، درت فيها الزعفران الحر وشويه المسكه الحره، ايوا ريحتها طالعه واعره، ايوا الريحه راه طالعه طيبه. ايوا تنتمنوا لكم ان شاء الله باش تخلطي قلتي ماما الزيت البلديه والعسل الحر ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي، داكشي على حسب، ما قلتيش كاع الكواله، ما قلتي لا، ما عرفتش اشني، ما عرفتش شنو البنات نديرو، نخلي لكم شحال من حاجه، لا قلت لك، قلت لك جوج كيلو ديال الطحين قلتي، ايوا صح، وجوج ديال اللوز، وجوج ديال الكاوكاو، وواحد كيلو ديال زريعه الكتان، المهم تعرفوا شنو مديرو فيه ديك الساعه، كحتي ديال القدر ديالو ديال كل حاجه، انا المهم درت داكشي، غنخلطو داكشي اللي غادي نوري لكم كيفاش ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ومبروك عواشكم، الله يجعل من صدى ربي، تنتمناو لكم ابنتي الصحه والسلامه، والله اللي بغى شي حاجه الله يوفقه، واللي يتمنى شي حاجه الله يوصلها ليه، والله يخلي لكم والديكم، والله يجعل من صدى ربي بنياتي يتلاقاو المغاربه ان شاء الله في واحد الساعه مزيانه، ومبروك عواشركم، عواشركم مبروكه، والله يجعل من صدى ربي يدوز لكم هاد العواشر بخير وعلى خير ان شاء الله، والصحه والسلامه، مع السلامه عليكم. خلطت انت هذا ولا الريحه تطلع زوين؟ السلام عليكم. صافي البنات تقريبا السفوف هو سهله، حقا ما غاد بقى تزيد ماما الكاوكاو اللي مشات تحمر خالتي، ايوا صافي كيلو مقشر، ايوا صافي نصحاب ما قلتي نسيتي، المهم البنات كما سمعتوا باقي، المهم غنخلطوا ان شاء الله وغنشاركوا معكم، وصراحه ريحتو كتشهي كتشهي، وانا من عشاق السفوف، ولكن خصو يكون مقوم يعني لذيذ، انا درتو ديك المره ما عجبنيش، بحكم درتو ماما في الاسبوع ديالي جا زوين بزاف، لهذا قلت لها هذه المره صاوبتي يا ماما، صاوبي الا صاوبتي راسك صاوبي لي معاك، لحقاش عجبني اكثر، هو اللي كنعتمد عليه انا في السحور وداكشي البنات كناكلو ديما، صافي وكما قلت لكم ريحتو زوينه، وان شاء الله ما غادي تخلط نوريكم الشكل النهائي، حنا البنات كنخلطو في السفوف، ريحتو طالعه هذا الشيء شو انوار ومصطفى داير بالبانيو ديال السفوف بحال المغرب. ها نتوما البنات هذا هو السفوف بعد ما كمل، صافي دابا بقى غير ناخذ حقي، ولكن ما عنديش حتى غدا باش ندير لي ماما شي حاجه، دابا صافي نخليها لكم شي، صراحه المذاق ديالو جا ماشي رائع، هائل هائل، جديد 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 بزاف، متشوقه نبدا صافي ندي حقي باش نبدا فيه من دابا من غدا قبل ما يوصل رمضان، المهم بصراحه جديد، يعطيهم الصحه. السلام بنات كي دايرين لاباس عليكم، المهم بغيت نقول لكم اني كنجمع حوايجي وغادي لدار با، كيف ما كتشوفوا ها هما الحوايج ديالي غنديرو في هاد الصاك هذا، ايوا انا غادي لدار با غضبانه، ها نتوما البنات حابكم كنتفلع عليكم، ها هما الحوايج، ها الصاك عامر، ها نتوما غتشوفوني غادي في الزنقه وهزه صاكي وغضبانه، ها نتوما البنات ها هو الصاك باش في الكارو، ها صحابو كنتفلع شفتوه، دابا انا غنهز وسائلي وانا غادي بحالي، ها نتوما البنات بغات الصاك وتخلي عليها ني بغيت الساك بوحده، فين مشى؟ بنات انا بدار ماما زعما طيقتوني، ايوا نشتي باش ندير لوك بوك، ساعه ما لقيتش خويا انور اللي صورني ودرت معاه باش يجي نلقاه يصورني، ما لقيتوش مشى يتريني الكره، المهم دخل ديريك الكوزينه نوريكم باش نكلي شي حاجه بنينه، السفوف اللي وجدنا البارح عرفتي جا لذيد 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 البنات لذيد، اليوم غندي حقي ان شاء الله، ودابا صافي انا غنمشي نقرا، نتبع ولا نطل الساعه الاولى باش ندير نسجل لكم لوك بوك، لحقا سينو غدا رمضان وداكشي، ايوا دابا غنمشي نقرا، نقرا نستغل الساعه هذه اللي ما درت فيها حتى شي حاجه، نمشي نقرا راه عندنا امتحانات، ونتلاقاو من بعد. بنات بغيت نقول لكم واحد الحاجه، هو انه هذا البلوك هذا تشوفوه شويه مخربق، شفتوا البارح واحد شويه، اليوم ماما تنهضر مع البنات
المهم غتشوفوا لي البارح شويه، اليوم غنسجل لكم شويه، يقدر يكونوا 3 ايام في بلوغ واحد يعني في قبل رمضان، ونقدر نسجل لكم غدا نهار الاول ديال رمضان. شوفي لي فين وقع فين وصل في ليل، خصني نعاودو نعاود زيفي دابا وغنمشي نقرا. سلامة، انا مشيت بنادم بنج هنا على حساب النظر، وبحال خرجت من المدرسه غنمشي ندير ريفيزيون على حساب العينين، وانتم غادي تختاروا معايا الكادرات اللي جوج اللي اختاريتهم، ولكن غنختار واحد منهم، ماقدرش نختارهم بجوج. هادو البنات اللي قلتوا لي انتوما، قلتوا لي هادو، وانا نوريكم الاخرين اللي قلتوا لي، قلتوا لي هادو كتقول لي جانيت نو. مهم صراحه انا هادو ما عجبونيش بزاف، برك جاوا مدورين نصي مع الزيب وداك الشيء من هنا، ما عجبونيش. المهم كنظن غناخذ هادو نعاود تشوفو معايا وصافي. هادو نتوما عجبوكم، عجبو جانيت، هادي تشوكي تانغو ساودي دامي كل لوكال، يمكن عندي هادو صافي، عندي هادو على حسابكم، ما تبقاوش تعيبوهم من بعد في التعليقات. بنات جيت بلاصه اخرى لحقاش هادوك لقى واحد الحاجه، من بعد نعاود لكم. المهم كاين عاوتاني هادو، غتختاروا معايا مره اخرى، هادو كاين، هادو عاوتاني، هادو كاين، هادو كاين، هادو تشبه الحوايج اللي لابسه دابا، كاين هادو ولكن ما عجبونيش انا دبلا ما تحسبوهم، وكاين هادو حتى ما عجبونيش صراحه، مابقاوش يعجبوني انت تكونوا مشعشعين بزاف. بويا بريكي شو البنات عجبوني هادو كنديرهم هي سي بروستاموي تشولا سا فيرداد، عجبوني كنديرهم ما عطاتني نشوفهم كي جاوني. المهم نتوما قولوا لي هنا نص فوتو كاش فيديو باموش لطوي بنات. انا غادي بنفس الحوايج اللي لبست البارح، انا راه معاوني في الساكي اللي جيت هازه. المهم كيف ما قلت لكم غادي بالحوايج، قلت لكم مشيت لابسه اللبسه ديال ديك لبسه البارح، حقا سجلتها لكم حتى هي عاوتاني سجلتها البارح. سايمه قول لها سايمه سايمه صحباتي العزاز، نقول لكم مبروك على عشركم، اليوم هو اول ايام رمضان الكريم ان شاء الله، الله يدخلوا لنا بصحه والعافيه. مهم اليوم نهار اخر كما كتشوفوا، يمكن هذا البلوغ غادي يكون ديال 3 ايام ولا ما عاد ديال يومين. المهم اليوم غنحاول نشارك معكم كيفاش كندوزوا نهار الاول ديال رمضان مع العائله، مع ماما وبابا وكل شيء ان شاء الله، كنتمنى يعجبكم. ودابا نخليكم نشوفوا كيفاش غيدوز هذه العشيه ديالي. انت شنو لبست؟ تقريبا كل شيء كحل غير سبرديله والشعر. صحبتي عزيزة أنا أبي جيت لهنا لبازار شينوا، بغيت ناخد شي حاجة تخصني بعدا نشاركهم معكم إن شاء الله. نمشي للدار، يلا جيت من المدرسة وجيت لهنا نيشان. بنات أنا غادي عند ماما، بنات أنا يلا جيت عند ماما وأنا غادي نتكلف تاع مرأتي، باقي يمكن نمشي ربع ساعة للمغرب إن شاء الله، وغادي نعمر واحد الكويزينة تيكون مشحر. ها هو أصغر صائم عندنا في المنزل، الغزة ديالنا صايم رمضان تا هو مساعد أول نهار عندو 13 ها هما البنات بنينا التجهيزات. يا بنات نسجل لكم غير واحد شويه لحقاش كنت غادي نحطو هادشي هضر عامره. البنات انا ودي القربانه نط في الصالون، انا راه ما مسجلش لكم النص، مشيت لكم عندي كيلو البان راه تبي والله غير حط لك هاتروسا صافي، غير حط لك كيلو البان. ودابا هو بغى البان وانا شنو بغيت انا؟ شي وزير تاع البان. انت حاولي المهم القربانه نايضه، شوفوا الكنتاكي صائم عندنا اول صائم بحال صائم، وهذا باقي هذا الصغير ديالنا العام الجاي ان شاء الله ولا من بعد. كي جاك رمضان ويا ناري ما خديتيك عاد صبري حيت هذوك كان رمضان يصور نكب لكم هذا يومين نواقف غادي يقول الله ربي يقبل. ها انتم البنات ها غاتيبك ليهم بابا مبروك العواشر نوكو خاصهم مزيان بابا ما تحملنيش نصور يوتيوب ايوا بابا سمع ما غادي تسجل حشومة عليك بابا. والبنات وهربت للكوزينه نشرب الحريره، ومولتي مولتي مولتي لا حقاسينا ما نقدرش نهضر معاكم، بغيت نقول لكم واش كنشربوا الحريره في الفطور ولا لا. انا مره مره من هذا جيت هنا نهضر معاكم كيسينو، خلوني نشوف شويه الحريره بنت كتشهي. المهم باش نشرب زلافتي معاهم جيت نهضر معاكم ونمشي لحقاش ما غادي تسمعوا والو، عرفتي هذا الريكاط اللي كتجمع العائله، شنو انتم البنات كتجمعوا عائلتكم كتنوض الحيحه، انا كنتجمعوا كاملين كتنوض الحيحه بالدار.
هذا كيهضر من هنا، هذا كيعاود من هذا، كتحكم من هنا لا. وخلاص وليدات الصغار ما نعاود لكمش. المهم نمشي للطبلة. مهم صحابتي العزاز، كيف ما لاحظتوا هنا شاركت معكم 3 ايام من حياتي، يعني يومين قبل رمضان ونهار رمضان. حابين نشارك معكم الاجواء تقريبا ديال رمضان، كيف ما كتعرفوا الاجواء ديال رمضان كتبدا ديما قبل رمضان، وحنا تقريبا بدات عندنا شويه يومين قبل رمضان، ولهذا قلت علاش لا نشارك مع البنات هاد الايام هادو، يشوفوا كيفاش كندوزوا هاد الايام ديالنا وحنا في الغربه. كيف ما كتشوفوا ما قديش نصور لكم كل شيء، لانني انا كنبغي نستمتع بالجو ديال العائله، نضحكوا نلعبوا وكل شيء يبقى على خاطره. كاين الناس كيبغوا يخرجوا في فيديو، كاين الناس اللي لا، كاين اللي كيعجبهم التصوير، كاين اللي ما كيعجبوش، لهذا كنحترم كل شيء وكناخذ راحتي حتى انا مع عائلتي. هنا جيت نوصل للمعن، سجلت لكم هذا المقطع هذا غير باش نهضر فيه وما يدوش ممل. كما قلت لكم جمعنا دابا الطبلاش، جمعنا الروينه، وغنغسل ماما المعن قبل ما نمشي. كنتمنى يكون عجبكم الفلوق ديال اليوم. بالنسبه للنظاظر غنديروا نشرح لكم في فلوق اخر ان شاء الله شنو وقع، علاش ما بقيتش شريتهم من تماك.